بمعنى الآن قوة الشر في العالم ما بقاش عنده الاستعداد باش يسمع حكم الإسلام، عقيدة الإسلام، أخلاق الإسلام، مبادئ الإسلام، معاملات الإسلام. عبارة أخرى، ما بقاش عندها تسمع حلال وحرام، مؤمن كافر، مشرك ضال، مشرك ضال. لا، بغا تقول كاين واحد الشعر مرفوع بكري هي رفعت الماسونية قديما مش جديد، ولكن هو المراد الآن الأخوة ديالاج إنسانية. وما كاين كاع وحتى قوة الشر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن بالعموم الموجود الآن، ولم تكن بالسعة والانتشار كما هي الآن. فأعداء الإسلام وأعداء المسلمين كثيرون، ولا أبالغ إن قلت تواطؤ أعداء الإسلام والمسلمين على الإسلام والمسلمين، تواطؤ كاد أن يكون عالمياً.